معانا على تليفون سيادة النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب المصري. اهلا بيك يا سيادة النائب. عامل ايه؟ كله كويس؟ احمد ربنا. اللهم امين يا رب، كله خير باذن الله. ماذا عن جلسة الغد يا سيد ضياء؟ والله جلسة الغد جلسة استثنائية وسبقتها جلسات استثنائية تحدثنا فيها وفقا لتطورات الاحداث ومجرياتها في الاراضي العربية المحتلة سواء في غزة او في الضفة او في القدس. وخلال الاشهر الاخيرة البرلمان شهد ترقب وتداخل مع هذا الملف العربي طيب سيادة النائب معلش أنا آسف الصوت مش واضح، أنت غالبا بتكلمني من سبيكر، فوالنبي لو تقفل السبيكر عشان أعرف أسمعك كويس لأنه حواليك دوشة جامدة. كلمك وأنا على الطريق. حلو جميل يا سلام. لا اركن على جنب طبعا. بعد يوم طويل من العمل. السلامة قبل كل شيء. الله يخليك. قولي. خليني أقول لك إنه بوضوح إنه جلسة جاية مهمة جدا. والقضية المطروحة فيها المتعلقة بتطور المتعلقة بسيناريوهات مرتقبة لانفجار على الحدود سواء في على الحدود المصرية أو على الحدود الأردنية. وفي حال حضور رئيس مجلس الوزراء نائب زي حالاتي كده يعني مش هيبقى بيقبل إلا خطاب واضح وصريح أمام المخاوف التي نتحدث فيها ووفقا للحدود الذي تحدث بها الشعب المصري اللي خرج أكثر من مرة بالألاف وبالملايين معبر على أولا رفضه لكافة أشكال التهجير للشعب الفلسطيني سواء للداخل داخل الأراضي المحتلة أو لأي من الحدود سواء الحدود المصرية أو الحدود الأردنية. لن نقبل أن نكون أمام نكبة جديدة بعد 100 عام من النكبة الأولى. وده التزام على الدولة المصرية لأن لا يمكن بحال من الأحوال أن الجيش المصري والدولة المصرية اللي نضلت لآخر حبة رمل من أجل تحقيق ترابها الوطني أن هي تقبل أمام شغزمة من مجرم الحرب يشكل حكومة احتلال للأراضي العربية أنه ما لم يستطيعوا أن هم يحققوه في مواجهة الجيوش العربية أن هم يحققوه بلا أي مواجهات عسكرية وبلا أي دفع لفواتير. فعقيدة الوطنية لقوات المسلحة والعقيدة القتالية هي صمام أمان بالنسبة لنا بأن أي من السيناريوهات تحت أي شكل من الأشكال أمام أي مبررات أمام أي ضغوط أمام أي حالة من حالات العوز أي مواقف اقتصادية لا يمكن أن ترتبط أي شكل من أشكال الارتباط بأن نكون أمام اي شكل من انه مقابل اموال ان احنا نستطيع ان احنا نقبل تصفيه القضيه الفلسطينيه على حساب التراب الوطني المصري. ومن ثم لابد ان احنا ننتقل خطوه كمان للامام ونعلن بوضوح ان احنا لسنا جزءا من صفقه قرن لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. وانا طلبت في الجلسه الاستثنائيه الطارئه الذي دعا اليها البرلمان